أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريال، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريال. وشددت الوزارة على الشركات المنتجة بضرورة تحديد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. للحديث حول هذا الموضوع معي أستاذ خالد الشتيل، رئيس مؤسسة أبحاث الدولية للاستشارات السعودية. حياك الله أستاذ خالد معنا. حياك الله. بداية، يعني شو تتوقع الأمر اللي دعا وزارة التجارة أنها تتدخل فيما يتعلق بأسعار حليب الأطفال عن غيرها من المنتجات الموجودة الآن والمستهلكة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الحقيقة يعني نشكر معالي الوزير التجارة على هذه الخطوة الجيدة، والذي عانى فيها الكثير الناس، وأنا أعرف بعض المعاناة، وقد كنت سابقا ممن عانى من ارتفاع أسعار الحليب. معالي الوزير ووزارة التجارة وهذه الوجوه الشابة في هيكل وزارة التجارة وفي المدن الصناعية حدثت بدماء جديدة وتقنية جديدة وشباب جدد، ونتمنى أن باقي الوزارات تحذو بهذه الدماء الجديدة. الوزارة التجارة قامت بسلسلة من التغيير والإصلاح في هيكل التجارة عامة، وخاصة فيما يخص المستهلك وحفاظ على الأسعار، بدأ من وكالة السيارات وغيرها، إلى أن وصلت إلى فعلا حاجة المواطنين وحاجة الذين لا يمكن الاستغناء عنها، ليست كماليات حاجات الحليب. وأنا ذكرت لك يعني معاناتي مثلا السابقة، فحينما أنظر بعض الناس الذين مثلا يعني رواتبهم 3000 3500 ريال 4000 حتى 5000 ويرزق بثوم، أنا متأكد يعني بدون مبالغة أنه كم بيصرف شهريا على الحليب؟ كل يوم وكل يومين علبة حليب بدون مبالغة، كل يومين. بالسعر الحالي الحين كم تقريبا؟ بالسعر الحالي اللي فوق 100 110 ريال يعني. كم اللي راتبه 3000 كم بيدفع شهريا؟ طيب الحين على ولدين عنده احسبها تطلع له حول تقريبا فوق ال 1000 ريال تقريبا. لا، اكثر بكثير، 1600 ريال تقريبا تقريبا. انا ذكرت لنا يعني تجربه سابقه لي لما كانت باسعار اليوم 30 ريال باسعار الجديده النظام الجديد، وقد رزقت ببنتين توم، فاتذكر ذلك الوقت يعني الله اتذكر تلك المعاناه، ان كل يومين يعني رايح للصيدليه تشتري هذه الحديد. فحقيقه ما دعا الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة هي حماية هؤلاء الناس الذين يعني يتاجرون بأقواتهم وبالأشياء الأساسية في حياتهم. طيب، خلينا نتكلم عن في ناس انتقدوا الوزارة. أوكي، إحنا نتفق والحق يقال، يعني من يقوم بواجب الحقيقة في خدمة الوطن. وزارة التجارة نموذج مميز حقيقة للتغيير السريع والإيجابي في كثير من النواحي، لكن هناك من انتقد الوزارة قال ليش ثبتت السعر على السعر الحالي رغم أنه مرتفع مقارنة عما قبل. يعني سعر الحليب ارتفع بوتيرة سريعة عندنا، ولولا التدخل ما يدري وين بيوصل يعني سعر الحليب حليب الأطفال. ليش ما ثبت على سعر يعني كان سابق، يعني ثبت على سعر مرتفع يعتبر؟ والله شوف، قد يكون يعني مرتفع نوعا ما مقارنة بما قبل 10 سنوات، لكن مقارنة ب لا تبعد عن 10 سنوات، ترجع سنة ونص تلقى أو سنتين تلقى فيها السعر كان أقل من هذا بكثير. لا، الحقيقة السنة الماضية لا كان أعلى من هذا السعر. على كل حال يعني الانتقادات شيء طبيعي جدا، وخاصة المتضررين أو الذين يدعون أنهم يعني مؤثر عليهم من التجار. وإن كنت أتمنى أن وزارة التجارة يعني تحل كثير من المشاكل في السلع الأساسية، مو بس الحليب، ليس من الحليب، من خلال الجمعيات التعاونية
الجمعيات التعاونية أو من خلال الدخول كمنافس يعني لهؤلاء. وش المانع دامك ترى الجمعية التعاونية في دول يعني مثل دولة الكويت مطبقة الجمعية التعاونية بشكل يعني جميل جدا، يعني ما المانع أن يطبق عندنا موضوع يفعل موضوع الجمعيات التعاونية، وبالتالي هذا يؤثر مهما يكون وجود جمعيات تعاونية يؤثر في موضوع يعني أسعار يعني المواد الاستهلاكية. نعم صحيح، كما نسميها يعني الوزن للسوق أو صانع إيه؟ حقيقة للسوق. أعتقد الأنظمة التجارية لا تمنع ذلك، بل حتى نظام وزارة التجارة إحدى أنواع الشركات التعاونية مثل الشركات التضامنية وغيرها. الكرة هي في مرمى الذين يعني يتولون زمام المبادرة في ذلك. هنا أمر مهم جدا، يعني الجمعيات الخيرية وجمعية البر وجمعيات المراكز الأحياء يعني هي المناطة بذلك. جمعية البر مثلا ما الذي يمنعها أن تستورد هذه البضاعة بدلا أن تشتريها من السوق وتقدمها للفقراء؟ ما الذي يمنع مثلا جمعيات البر أن تشتري الشنط المدرسية وتقدمها مثلا للفقراء أو على الأقل بأسعار رمزية بسعر التكلفة مثلا؟ فبالتالي يكون وزن حقيقي للسوق. طيب. لكن أنا ما أخشى أن كثيرا من يتخذ القرار التجاري في السعودية وقرار الاقتصادي أحيانا هم الذين مستوردين أو كبار التجار، فبالتالي القرار يجير لمصالحهم في العادة. يعني خلينا نقول واضح. أنا في وزارة في الغرفة التجارية وأحضر كثير من اجتماعات رجال الأعمال والتجار وكثير مما يعني يجتمعون لحماية مصالحهم، هذا حق مكتسب شيء طبيعي ما حد يقدر يقول لا. لكن حينما يأتي رجال الأعمال الكبار مثلا حينما يؤثر في قرارات معالي وزير التجارة مثلا أشخاص ربما هم متنفعين أو يعني مستفيدين من كبار يعني المسؤولين شلون يؤثرون؟ وضح لك كيف يؤثرون، يعني هذا يعني كيف يؤثرون هذول في قرارات وزارة التجارة؟ هل بيكونوا موجة مضادة لوجود قرارات مثلا؟ ممكن ممكن ممكن. لماذا ما لم يكن الوزير في موقع التحدي مثل ما كان وزير العمل مواجهة الكثير من رجال الأعمال مثلا، حتى سواء كانت يعني مواجهة سليمة أو حتى غير سليمة أو يعني قرارات خاطئة أو غير قرارات خاطئة، المهم أنه يعني يواجه هذا اللوبي القوي من التجار. طيب يعني مهما كان. طيب خلينا بس يعني بحسب أحكام القواعد التنظيم التمويلي للأحوال غير العادية، يعني العقوبة لمن يعني ما يتقيد بالسعر الموحد ستكون غرامة مالية، غلاق المحل بالشمال الأحمر من 3 أيام إلى شهر، إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها. يعني هل ترى أن هذه عقوبات رادعة؟ والشق الآخر، هل تتوقع فعلا من المنافذ البيع الأسواق سوبر ماركت يعني أنها تتقيد فعلا بهذا السعر؟ والله شوف النظام وضع الآن باقي دورك، الوزارة قامت ببرامج تطبيقية التبليغ بالرقم الموحد رقم 3 أرقام من خلال الواتساب من خلال تويتر. احنا رأينا حتى تويتر خلال 2 أو 3 أيام من نشر خبر ينزل مثل ما سمعنا قبل أيام بالزعتر المغشوش، يعني خلال تقريبا أقل من 24 ساعة قامت بدورها. يعني الكرة هي الآن في مرمى المواطن، ولنكن يعني فعالين وإيجابيين ولا نكن سلبيين فقط ننتقد. يعني كانك تقول حنا عندنا ثقافة استهلاكية، يعني مش ذيك الثقافة الاستهلاكية، لو زاد السعر ريالين كأننا ما يعني لا احنا ممكن ولا ما في تعاون بين المستهلك وما بين الوزارة. نعم احنا نقول ان كثير ما نعلق نشتكي نتذمر نسب نلعن، لكن أنا لم نقم بالبلاغ وسكة القانون وزيم هذا اللي هم معرفة وفي شيء تحت الطاولة. يعني الذين عنده هؤلاء الأعذار الجاهزة كثير لدى المواطنين ما يقومون فعلا. أنت قم بدورك وخلينا نقوم بدورك. طيب. وفلان يقوم بدوره. طيب يعني وغير ذلك يعني. نتفق عند المواطن دور، بس دائما لا نحاول أننا نجير القضية لأنه دور المواطن فقط. أنا سمعت إن فيه حماية اسمها جمعية المستهلك، هذا سمعت عنها أنت؟ نعم. طيب يعني وين دورها؟ والله شوف أنا حقيقة لست عضو في هذه الجمعية وهم كثير منهم زملائي وأصدقائي. طيب. وما أبغى أتصادم وياها وزعلها. أبيك تكون منصف وكيلي تقييمك لأداء جمعية موجودة، وين دورها؟ لا يوجد دور للأسف. الجمعية حالية والسابقة ومجلس إدارة تهاوشوا على مناصب إدارية وخلوا المستهلك يتفرج عليهم، يعني كان نقدار يعني صراعات فيما بينهم وتعويض وأسفين وحب خشوم وتراجع. لا يرفع الحين قضية الحين الإدارة السابقة رفعت قضية على ذا وأعطي تعويض وخلينا نفتك على الأقل. لكن
حقيقة شوف ما لم يأتي هناك مؤسسات مجتمع المدني قائمة بقوة لازم تدعم, لازم تدعم يعني هذه المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحماية المسالك. يعني حماية المسالك ودك تفعل دورها أكثر على أقل تقدير ويكون لها نتاج يعني على أرض الواقع. طيب حقيقة أنا اتصلت فيهم قبل بعض الزملاء كنت بشاور لا يقول ما ادري عندهم رقم واحد هم ولا لا أنا ما أدري والله أنا طيب يعني أمشي يكون شغال. طيب بس خليني آخر سؤال بس ألا يفتح لنا هذا يعني القرار وزارة التجارة أبغى بس بإجابة مختصرة عشان نختم في هذا الملف ألا ترى أنه يفتح لنا هذا ملف غلاء المعيشة وأنه يجب أن يكون في تدخل؟ إحنا نعرف أن في سلع مدعومة حكوميا وبالتالي نوع ما في استقرار بأسعارها, باقي السلع الأخرى الاستهلاكية رواتب الموظفين رواتب كثير ربما معدل تقريبا الرواتب يعني متوسط رواتب الموظفين ربما 6000 تقريبا 7000 انت قلت الحين اللي عنده بنتين توامين بيصرف 1600 ريال تقريبا على حليب على الحليب بلا اسعار. طيب ترى مو قاعد يشربون حليب بس هم في باقي الامور الاستهلاكيه يعني الوضع اما ان تدعم هذه السلع ويستقر سعرها او ترفع الرواتب. انت بس ليس مثل الحليب, الحليب هذا الرضيع غير الحليب الرز عندك كم الحين كم يعني الحين خشت الرز كم ارتفع في لكن ليس مثل الحليب الذي إذا كان صدر الأم يعني ليس فيه حليب ما فيه إلا هذا الحليب الصناعي. لكن كما ذكرت عندنا البيض والدجاج واللحوم وخاصة أقبلنا على رمضان فأنا ما أبغى نقول فقط رمضان مقبل يا جماعة ما نبغى نقول وزارة التجارة فقط نبغى نقول المواطن دوره جمعية حماية المستهلك دوره المواطن يستطيع أن يركع هذه الشركات بالمقاطعة الحقيقية بمقاطعة يوم ولا يومين. أنا أقول حتى كذلك أتوقع مهم جدا يفعل عندنا مؤشر أسعار مؤشر أسعار يوضح لك فعل أسعار. أنا نعرف إن في مؤشر أسعار لكنه يفعل بشكل أكبر إنه يكون يعني شفاف أكثر هذا المؤشر يحدث باستمرار وأي أحد يشوف يعني أحد طالع لك شاطح بموضوع أسعار إنه فعلًا المفروض نبلغ ونكون هناك دور أكبر هالجميع. شكرا لك أستاذ خالد الشتي رئيس مؤسسة أبحاث الدولية للاستشارات السعودية. إذن معكم مشاهدينا ما زلنا نواصل فتح الملفات. آخر ملف بيكون عن حقيقة يعني موقف يعني جدا مؤلم حقيقة عندما يعتدي مجموعة طلاب على معلم. بنفتح الملف بعد هذا الفاصل.